في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المؤتمر اللي كان ما بين بايدن وما بين كمال هاريس واللي عملوا فيه زي نوع كده من السقف او من الضغط على شركات الادويه البيك فارما عشان يحددوا اسعار الادويه على الاقل في المرحله الاولى 10 ادويه اللي بيحتاجها الناس كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه. ودي تعتبر جزء من انجازات جو بايدن هي صحيح لسه هتطبق تقريبا 2026، لكن إنجاز ليه للقرار اللي خده والقانون اللي قدر يمرره في 2022. لكن بقى عشان التحدي الكبير اللي عند كاميل هارس في الانتخابات اللي جايه في نوفمبر قدام دونالد ترامب، هي صحيح عماله بتسترجع أصوات الناخبين التقليديين بتوع الديمقراطيين وطبعا الناس الاندبنتنتس، بس لسه المعركه محتدمه ومحتاجه إن هي تكيل لدونالد ترامب ولأجندته. كم لكمه كده عشان تقدر تسترجع الناس خصوصا ان استطلاعات الراي دلوقتي بتقول ان الفرق بينها وبين ترامب يا دوبك من نقطه ل اربع نقط او واحد ل 4% ودي يعني نسبه زي ما بيقولوا كده within the margin of statistical error يعني احصائيا ممكن يكون في غلطه ويطلع ان ترامب هو اللي التصويت مع اكتر فهي محتاجه ان هي تقطر وتقوي شعبيتها وحماس الناس ليها في نوفمبر 2024 خصوصا ان هي شخصيه ملهاش كاريزما قوي وانجازاتها اللي كانت قبل كده مش احسن حاجه سياسيا يعني زي ما الناس اللي متابعين سيرتها الذاتيه ان هي بدايه دخولها في الاضواء لما كانت المدعي العام لولايه كاليفورنيا وبعد كده سيناتور في مجلس الشيوخ الامريكي لكن ملهاش انجازات او حاجه تعلم في ذهن الناس لا انجازات سياسيه ولا خطب ولا حاجه على الارض ما كانتش مثلا حاكم ولاية فعملت إنجازات أو تشريعات أو مشاريع للناس فمش معلقة مع الناس أوي على عكس دونالد ترامب طبعا الراجل كان رئيس قبل كده وفي ناس مصدقين في الرؤية بتاعته وهو بقى دلوقتي سفير المحافظين واليمينين في الولايات المتحدة الأمريكية فكمال هاريس محتاجة أن هي زي ما قلت كده تحقق بعض النقاط الإضافية مش عن طريق ان هي الناس بتوع دونالد ترامب صعبه شويه الناس المؤمنين به القوميين واليمنيين هي ايه يمسكوا فيه قوي لكن في ناس اللي هم على الحروب فوق شويه الناس خصوصا اللي اتلسعوا في اخر 3 4 سنين بعد التضخم اللي جه بعد وباء الكوفيد اللي لسع الامريكان جامد صحيح اضر بالعالم كله يمكن حتى اكتر من امريكا لكن الناخب في امريكا بيبقى فكر في نفسه انا اتضريت المصاريف عليا زادت مش بس في السكن والإيجارات وأسعار العربيات، بل وفي الأكل والشرب ذات نفسه. وهي دي الحتة اللي عاوز تدخل منها كمال عرس. هي على النقط كتير اللي بيفكر فيها الناخب قبل ما ينتخب، هي واخدة كام بونت، منها بونت طبعًا الحريات العامة وإن الحزب الديمقراطي نظريًا يعني مع المؤسسات الحكومية ومع الحريات أكتر. وطبعا موضوع حقوق الاجهاض بالنسبه للمراه في نسبه معتبره جدا من السيدات هيصوتوا مع الحزب الديمقراطي عن الحزب الجمهوري عشان حقوق الاجهاض اللي اتسحبت منهم من حكم المحكمه الدستوريه اللي طبعا القضاه بتوعهم ثلاثه منهم جايين اثناء فتره ترامب. لكن في بقى نقطتين مهمين جدا كمال هاريس متراجعه فيهم. اول نقطه موضوع الهجره والهجره غير الشرعيه ودي هنفرد لها حلقه ان شاء الله. والموضوع الثاني موضوع الاقتصاد التضخم الكبير اللي كل كتير من دخول الامريكان مش قادرين يعيشوا على نفس المستوى اللي هم متعودين عليه اه صحيح حصل فيه زياده في المرتبات لكن زياده مش قد كده واه صحيح في بدايه رئاسه ترامب ادى كاشات حوالي 1400 دولار للامريكان لكن مستوى المعيشه بقى غالي على الامريكان مش قادرين يعيشوا زي قبل كده خصوصا في الاكل والشرب ناهيك بقى طبعا على الايجارات واسعار السلع وغيرها وهنا تفطك ذهن بقى كمال هارس غير طبعا هي طلع مع بايدن لما طلعوا في موضوع الادويه وان احنا هنحمي كبار السن و نقدر نكتسب بيها اصواتهم لا طالعة بقى كمان بتتكلم في ان هي بتفكر تفرض التسعيره الجبريه على الجروسريز على الاكل والشرب ده طبعا عمل خضة كبيره للامريكان وطبعاً طبعا مش هناك مش مسمينها التسعيرة الجبرية دي تفضهم أكتر. آه منع الاستغلال دي الجملة اللي هي بتستخدمها اللي هي الجوجن إن في ظروف معينة إن التجار الاستغلاليين بيستغلوا المواطنين وبيرفعوا الأسعار فهي هتاخد إجراءات تمنع الاستغلال ده عبر أنها تحط سقف لأسعار السلع. اللي هي من الآخر زي ما أنا بقول كده التسعيرة الجبرية. بس خلوني قبل ما ادخل في النقطة دي واتكلم فيها واشرحها افكركم بس كده سريعا ان انا عملت قناة زي موازية اسمها فواصل اخبار العالم هفضل انزل الحلقات اللي ليها علاقة بالاخبار السياسة العالمية هنزلها على فواصل ثقافية وهنزلها على فواصل اخبار العالم فالناس اللي مش عاوزة بقية محتوى فواصل ثقافية اللي بتكلم فيها مثلا عن الادب او المواضيع التاريخية او المواضيع الفنية المختلفة يقدروا يشتركوا بس في فواصل اخبار العالم هيبقى فيها مجرد متابعه اخبار العالم المختلفه والناس اللي يعني عاجبهم محتوى فواصل ككل يقدروا يفضلوا يتابعونا في فواصل ثقافيه القناه العامه طبعا اول ما كمال هارس وحملتها الانتخابيه يتكلموا عن النقطه دي طبعا ما بيقولوش ان هم هيطبقوها اثناء الكام شهر اللي من بايدن لا يعني لما هي تبقى رئيسه ان هي دي الاجنده بتاعتها والمشاريع اللي عاوزه تطبقها اول طبعا لما طلعت الاخبار دي حصل ضجه كبيره جدا في امريكا سواء بقى من الوسط او طبعا اليمين في امريكا ومن رجال الاعمال ومن الشركات اللي هو ينهر ابيض دي كمال هارس فعلا زي ما ترامب واليمينين في امريكا ما بيتهموها دي شكلها هتطلع اشتراكيه او الكارثة تطلع شيوعيه عاوزه تحارب النظام الرأسمالي اللي شغال في امريكا واللي ادى لان امريكا بقت الدوله العظمى اللي احنا شايفينها دلوقتي والضجة دي طبعا زي ما أقول كده رجال الاعمال والصفوه والناس الراسماليين الكبار والمحافظين في امريكا طبعا ايه؟ زاروا ضدها بقوه. لكن المفاجاه ان الناس اللي تحت الناس اللي هم بتوع ترامب والوطنيين والقوميين واللي رايحين ورا ترامب علشان كتير قوي من اجنداته اليمينيه والقوميه سكتوا او ترددوا. ليه؟ عشان كتير منهم من الطبقه المتوسطه وضعت المتوسطه والفقرة اللي قرارات كمال هارس دي لو اتطبقت تفيدهم جدا ليه يا سيدي عشان هم ملسوعين ولما يجي واحد زي ترامب مش يعني اقطع اقصى حاجه يعملها ان هو يقلل عليهم الضرايب شويه ومش هي يعني وهيفتح المجال قدام الشركات الراسماليه هم اول ناس هتتضرر في اكلهم وشربهم لما يسيب السوق مفتوحه او كده ده غير ان الموضوع حتى الناس اللي على اليسار، يسار الوسط طبعا في امريكا متشككين ومتخوفين منه جدا لانه ممكن يعمل راب كبيره جدا في الاسواق، لكن خلونا نقف لحظه واسمحوا لي ان احنا نحاول نفكر كده ونشوف ما بين فعلا ضبط الاسواق ووضع زي تسعيره جبريه وما بين ان احنا نسيب الاسواق مفتوحه وايه ميزه ده وايه ميزه ده وايه عيب ده وايه عيب ده, ده. مبدئيا قبل حتى ما ابدا في الموضوع ده خلينا نفتكر نرجع كده لسنوات الكوفيد اللي هي 2020 و2021 ايه اللي كان حصل؟ ايه اللي كان حصل ساعتها ان نتيجه قفل شركات كتير ومصانع كتير وناس كتير قعدت في البيت ان المصانع انتاجها بدا يقل وبدات خطوط الانتاج وخطوط اللوجيستكس والتوصيل والامداد كلها بدات تتقطع وايه اللي حصل لما الكلام ده كله وقف؟ ان الانتاج قل والناس بدات بطلت تشتري عشان هي كمان برضه ناس كتير قعدت في البيوت لكن لما الدنيا اتفتحت تاني وبدات المصانع تشتغل تاني بقت التكلفه اعلى بكتير وخطوط الامداد واللوجيستكس بقت مكلفه اكتر بكتير لان المصانع اللي بتنتج الحاجات دي كانت وقفت فبدات من الصفر من اول وجديد وتدور على المنتجات بتاعتها وتشغل خطوط توصيل يعني الموضوع ده حتى كنا غطيناه ايام سنوات الكوفيد كنا متوقعين مش انا يعني طبعا علماء الاقتصاد والاقتصاديين الكبار كانوا مستنين اللحظه الضخمه دي اللي هتحصل بيقول احنا صحيح دلوقتي في ركود لكن بعد الركود ده هيحصل تضخم كبير عشان اعاده تشغيل المنتجات دي هياخد وقت وكمان بقى مش دي بقى المشكله الاكبر ان الناس لما بدات ترجع للشغل وبدات تستانف حياتها تاني بقى في نهم شديد جدا وطلب شديد جدا على المنتجات اللي لسه بيتم انتاجها تاني يعني هنقول مثلا ان شركة عربيات بطلت انتاج لمدة ثلاث شهور بعد ثلاث شهور هتبدا تطلع العربيات بتاعتها واحده واحده بدل ما كانت بتطلع مثلا في الشهر 10000 عربيه بقت بتطلع 3000 فايه اللي يحصل المستخدمين اللي مك... المشترين يعني اللي كانوا بيشتروا فجاه ما لقوش غير 3000 عربيه فطبعا هيحصل فيه نوع من المنافسه والتكالب على العربيات دي فما الناس لما راحت تشتري المنتجات دي زي مثلا تشتري العربيه دي لقت اسعارها زادت جدا جدا اكتر من المعتاد اللي هو التضخم اللي عليه فاما بيسالوا التاجر انت ليه وبرضه سالوا المصنع ليه غليت او كده فالاول حاجه الاسباب اللي انا قلتها دي عشان اعاده الانتاج من الاول وجديد بتكلف وخطوط الامداد بقت بتكلف دي اللي اتقالت في العلن يعني ان دي الاسباب ان احنا غلينا انما في السر واللي طبعاً بعد كده اتفضحت ان التاجر وصاحب المصنع قال دي فرصه ما تتعوضش في دلوقتي طلب كبير على سعر سلعة قليلة ده قوة السوق بتقول لي علي فرصة ما تتعوضش يعني فرصة ان انا اختني فيها وهفضل اعلي لغاية لما السوق او المشتري يشد ايده ويرجع ويقول لا انا مش هشتري السعر ده غالي عليه وبالفعل بدأوا يغلوا الاسعار والناس المتلهفة على السلع عشان بقى عاوزة ترجع لاشغالها او ناس عاوزة تقدر اماكن لشركات او لبيوت عشان يقربوا من الشغل بتاعهم، بدأوا يصرفوا عشان عاوزين الحاجات دي بسرعه عشان هي اصلا شحه في السوق. الكارثه مش كده بس، الكارثه ان لما الحكومه في 2021 لما جه بايدن وحتى من قبل ترامب بدأوا يوزعوا فلوس على جموع الامريكان كلها، الناس اللي من الطبقه الفقيره اللي ما صدقوا بقى في ايديهم فلوس بدأوا يستخدموها بسرعه. وده طبعا عمل زياده طلب على المنتجات. والكلام ده ما بقى طبعا على المنتجات الغاليه زي العربيات او الشقق او الايجارات. لا بل وكمان وصل للسلع ذات نفسها الاستهلاكية بتاعة الأكل والشرب بقى ناس فقراء معهم فلوس بدأ المكان بيجيب مثلا إزازة لبن لا بقى يجيب إزازتين بقى يجيب ويخزن عشان لقى إن الأسعار بتعلي فبقى يعلي الأسعار أكتر وإيه بقى اللي بيحصل طول الوقت الشركات ما دام شايفة إن في طلب أكتر على منتجي فبعليه وحصلت تسريبات من شركات كتير بيقولوا دي فرصة ذهبية إن إحنا نعود المشتري على السعر الجديد ما تبقاش بقى مجرد ازمه احنا نفضل نعلي في الاسعار ولما ننزل ننزل شويتين يعني علينا مثلا سعر المنتج 10 دولار عشان التضخم وزياده الطلب لما ننزله بعد كده ننزله 2 3 دولار فيبقى مكسبنا المارجن بتاعنا كبير جدا ودي حاجه طبيعيه جدا في الاسواق المبنيه على الراس مال الحر عرض وطلب ومنافسه انت تقعد تعرض, تعرض السلعه الناس تلهفت عليها علي ف ناس بره المجال بتاعك يلاقوا ان المجال بتاعك بيكسب فيدخلوا ينافسوك في اسعار السلع تقل تقل حاجه منطقيه جدا والنظام الراسمالي بيقول لك السوق هو اللي بينظم نفسه السلع غليت يدخل منافس فالسعر يقل بس ايه بقى اللي حصل على الارض الواقع في صناعات كتيره جدا في امريكا وفي الغرب وفي حتت مختلفه ان الناس دول المتنافسين قعدوا مع بعض واتفقوا اتفقوا على الزبون يعني اتحاد منتجي اللحوم في الولايات المتحده الامريكيه قعدوا مع بعض واتفقوا على تسعيره واحده ما يقولوش عنها فايه اللي حصل جه طبعا ده على حساب المستهلك اللي مش لاقي اي بديل كل الناس اللي بيبيعوا اللحمه متفقين على سعر معين اللحمه ومنتجاتها فهو غصب عنه هيدفع السعر ده يعني اللي حصل على ارض الواقع ان التضخم ده خلى التجار والمنتجين يطمعوا في الرزق الزياده والربح الزياده ومش عاوزين يتنازلوا بعد أما حصل إيه؟ بعد أما خلاص الإنتاج بقى وفير وبعد أما وسائل التوصيل واللوجيستكس والإنتاج كل الحاجات دي بقت متوفرة والأسعار رخصت هو مش عاوز ينزل الأسعار عشان ده ربح خلاص اتعود عليه وكسبه والدليل على كده إن في آخر سنتين الأرباح الرأسمالية بتاعت شركات كتيرة جدا أكتر من إنها اتضعفت يعني ناس عملوا أرباح طائلة طب يعني فكر كده فيها بالمنطق يعني أنا دلوقتي مستهلك والناس دي عمالة بتتربح مني بفظاعة يعني كنا متفهمين إن خطوط الإنتاج فيها مشاكل والرو ماتيريالز أو المواد الأولية كانت غالية أو إن مفيش طرق إمداد متوفرة فالنقل غالي كل الحاجات دي خلاص متفهمين إن لما السعر يزيد أنا أتقبله كمستهلك إنما لما الحاجات دي تتحل المفروض تنزل الموضوع ده ما يوصلنيش فده شيء بيخلي المستهلك متضايق خصوصا ان الشرط بقى اللي بتقوله القواعد الراسماليه ان يدخل في منافسه والمنافسه تقلل الاسعار الموضوع ده غير موجود والشركات بتتفق مع بعض ان يخلوا السعر عالي وهي دي النقطه اللي داخله منها كمال هارس وعاوزه يحصل فيه تشريع من النوع ده. ان يبقى ايه في سقف او تسعيره جبريه ان يتشاف المنتج ده بيكلف قد ايه الربح بتاعه المفروض يبقى قد ايه ويتعمل مارجن قد ايه وما يتعداش السقف ده طبيعي الكلام زي ما بقول كده يبان خلاص منطقي اه السوق الراسماليه طول عمرها ناجحه وبتخلي التجار والمنتجين يحققوا ارباح وبتفتح الفرص قدامهم ان هم يبنوا مصانع اكتر فبالتالي يشغلوا ناس اكتر لكن خلاص الموضوع ما دام وصل لاستغلال فلازم الدوله تتدخل والحكومه تتدخل وتحط سقف للربح او سقف للاستغلال بس تيجي بعض المشاكل اول مشكله طبعا ان الحكومه قليل لما تبقى ايه شايفه نبض السوق بطريقه انيه فممكن اللي يحصل ان التدخل ده يعمل فرمله كبيره جدا للسوق حد يقول يعني ايه فرمله كبيره للسوق يعني مثلا انت جيت مثلا في قطاع زي العربيات قلت لا يا سيدي لازم الربح بتاعك مثلا ما يزيدش مثلا عن 40% ومش حاطط في مخك ان في مشاكل كتير صاحب الشغل هو اللي داري بيها ولما يجي يكلمك عليها انت بتطنشه عشان بتعتبر ان هو راجل استغلالي زي مثلا ان في بيدفع تعويضات او ان هو بيدفع في قضايا تامين بيعمل عليها او ان هو عاوز يعمل ريسيرش عشان عاوز يعلي من المنتج بتاعه تفاصيل بتتحرك بسرعه وبطريقه اسرع بكتير من الحكومه ممكن توافق عليه او تفكر فيه زائد حتى لو الحكومه هنقول ان هي سريعه وبتتفهم عشان المواضيع يتم تمريرها من البرلمانات زي الكونجرس في حاله امريكا الموضوع ده بياخد وقت وقت وجهد ومماطله احيانا تخلي صاحب البزنس ده يقول لك لا لا امريكا دي بقت صداع بل وجع دماغ اما ننقل في سوق تاني سوق بيسمح لنا كرجل صناعه او رجل اعمال اشتغل بالطريقه اللي تريحني والزبون عجبه يشتري ما عجبوش ما يشتريش وانا ما بيني وبين الزبون انما الحكومه تتدخل وتعمل على حسابي بونت عشان تكسب انتخابات؟ لا، أنا عاوز ناس بتفهم وناس تكون فاتحة السوق. والحقيقة ده تشالنج كبير جدا، والناس اللي متخيلين إن تدخل الحكومة عند كل خطوة عشان تحمي المواطن أو تحمي الزبون بيبقى ليه أضرار كتيرة جدا. وعاوز تتخيل الموضوع ده كويس، دور دايما على الدول الاشتراكية أو الشيوعية اللي بتطبق الموضوع ده بحذافيره. شوف المنافسة في ازاي شوف قد ايه مصانع بتفتح هناك طبعا انا بتكلمش على البوسة ولا بتكلم على الوسطة اللي بتعمل حماية لصناعات معينة لا انا بتكلم بلد عاملة تسعيرة جبرية لكل حاجة وبتقول اللي عاوز يجي يفتح او يشتغل في الصناعة دي يشتغل مش هتلاقي المنافسة فيها ولا التقدم فيها زي الاسواق المفتوحة عشان دايما لما يكون فاتح المجال لرجل الصناعة يقدر يحرك فلوسه زي ما هو عاوز آه ممكن يستغل الناس يو على طول طول الوقت لكن بيبقى عنده دايما مارجن كبير يخليه يخاطر يخليه يقدر يعمل مخاطرات ان هو ينتج منتج جديد فيفشل ما عنده هامش يخليه يقدر يمتص الخساره دي عندك مثلا شركه عملاقه زي ابل عملت مشروعين كبار جدا وخسرت فيهم اتكسحت فيهم مع كده عشان ارباحها المهوله تقدر تمتصها وتكمل طبعا بتكلم على مشروع العربيه بتاعهم الكبير اللي فشل فشل ذريع وقالوا تقريبا كلفهم مش فاكر كام بين 10 مليار رقم كبير جدا مع كده عشان ارباحها مهوله قدرت تمتص الخساره دي وتكمل وقدرت ان هي تخاطر وطبعا المشروع الثاني يعني بيفشل بس هيعافروا فيه شويه اللي هو الفي ار سيت فدي حاجات بتخلي الشركات الكبيره لما تكون فاتح له المجال ان هو يحقق ارباح براحته ان هو يقدر يخاطر بتيجي على الزبون وبتيجي على المواطن بتحصل بس البالانس مش بالسهوله اللي الناس متخيلها فلازم الحكومه سواء بقى حكومه كمال هاريس او اي حكومه إن كانت تفكر في الموضوع ده بطريقه فليكسبل شويتين ويبقى عندها القدره على استقراء المستقبل والحركه السريعه او الاحسن ان هي تقعد مع رجال الصناعه دي وتفاوضوا معاهم اللي هو لا لموا الدور شويه لا راعوا ان بيحصل فيه مشاكل او ضغوط على المواطن في الناحيه دي او الناحيه دي فموضوع كبير وشائك في شق سياسي وشق اقتصادي وشق اجتماعي كبير لكن هي دي السياسه هي فن الممكن والمتاح ازاي تقدر تحقق نجاح هنا من غير ما تخسر الناس هنا او خسارتك تكون خساره معقوله تقدر تهضمها في المستقبل بس دي كانت حلقتنا النهارده حلقه سريعه بنوه تاني عاوزين تتابعوا الاخبار السياسه العالميه بس اشتركوا في فواصل اخبار العالم عجبكم كل محتوى فواصل ثقافيه اهلا بيكم لو عجبكم الحلقه دوسوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم الحلقات الجديده اول باول شكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه مع السلامه